ماما زينو، ماما زينو، انت هون؟ جو بارد. الكلاب ضايجة ليلي. الكلاب شامة ريحة الدم. خلص ماما، دم كتير رح يصير. يلا خلينا نفوت. دم كتير رح يصير كتير. مين ممكن يعمل هيك وليش؟ لهلأ ما فهمتي شو نيته؟ هذا رجل كلب، مين غيره؟ وأنا رح أقتله. بعدين بتفوت على الحبس؟ لا تدخلت، شو فهمك؟ حبس حبس، المقتول هو أبي مو أبوك. إذا ما قطعنا نسله لهالواطي ما رح نشوف الراحة. بلا هالحكي، ليكي أنا معك وما رح واسيكي. من الغباء إني حاول خفف عنك، بس مثل ما شفت الملازم أخذ قراره، حط القاتل براسه مين ما كان. وأكيد القاتل المعروف. إيدال. نعم ماما زينو. في شي خبر من جيمو؟ بالمصنع، رح يتأخر. جيمو أخا كبيرنا، أنا اللي لازم أقتل رجا، ما هيك ماما زينو؟ رح أعمل حالي ما سمعت الحكي. أوعك تفكر بهيك شي أبدا حبيبي. أنت لساتك صغير كتير، بدك تكبر وتتعلم وتصير أب. محمود، شفتي نظرات ماما زينة؟ نظرتها بتخوف، بخاف اطلع عليها. ايه لكن لا تطلعي فيها. البارودة وراحت. لوين؟ لعند رجا. اعملي شي خالي إليف، رح اتصل بأخي. اوهي بس لا تقولي له، إذا بيجي بتصير مجزرة. والله ما حبيت إلا الروحة، الله يستر ما يصير شي معها. إيدال خليكي، تعا معي. Thank you.
انت واحد واطي كلب سافل عديم الشرف، طلع لبرا يا مجرم. زينو لك ريت تضرب زينو وساعد زينو، مستعجلي على موتها. شو نعمل اغا؟ اوعى حدا منكم يتصرف بغباء. رجاء يا ابن الحرام يا رجاء، خايف مني يا حيوان مهيب؟ جاهز للرجال لنشوف هاي ليش عم تصرخ. طلع من هالوكر خليني اشوف وجهك. روح اجمع الرجال. رجاء يا ابن الكلب يا رجاء. وين؟ هذا هو. ماشي شو جاية تعملي بهالليل يا مرأة؟ صاير لعالك شي يعني؟ ماما زينو شو عم تعملي هون؟ رجعي بلاها بلاها ماما زينو، تركي البارودي. هلا والله هلا، شوفوا مين اجا. اجيت لعندكم مشان اغلب دار اخي يا رجاء. بدك تدفع ثمن الدم اللي سيحته. دم مين؟ دم كمال؟ لك تغشمن يا رجاء، هي قصدت عن الحادثة. شو صرت أنا المسؤول عن الحوادث؟ أساساً هي هي القصة رجاء آغا، درك قالوا إنه موت كمال مانو مجرد حادثة عرضية. لا، هيك قالوا؟ إيه أنا هلأ زعلت عن جد، عن جد هلأ زعلت كتير يا زينو كتير. تعرفي ليش انزعجت؟ كمال مات، أمر الله لا اعتراض على إرادته، بس اللي تاري عنده يا زينو ما حدا غيري بيقتله، لأنه هذا التار تاري أنا. إذا غيري قتلوا إلك علي يمين أنا رجاء آغا، وتشهد علي الناس كلها مين ما كان القاتل. إذا ما بدفنوا بإيدي هدول بكون عديم الشهامة. إمتك انشهم يا واطي لتحكي عن الشهامة؟ أنت ما عندك عقل يا مرا. لو بدي أقتل كمال كنت بروح بأبصب نص السوق بكسب سمعة وشرف. وين صارت إنه الآغا يتخبى مثل المرا؟ رجاء آغا كبير الكل، إمتى سواها؟ امتى سواها؟ قولي بابا. انت لا تتدخل، حاجتكم جدام بقى. الكل ينزل سلاحه. عكاش نزل سلاحك، قلتلك نزل سلاحك. وانتو لا تطلعوا هيك، انزلوا. جيراتي يا غايه. وهلا دوركم. بابا معه حق زينو، إذا قتله بيقول إنه قتله. الآغا بعمره ما عمل شي ونكره. روحوا بقى ست أليف، ما فيني أضبط هالناس أكتر من هيك. نزل سلاحك، ما رح تنحل هيك ماما زينو. سمعتيهم شو قالوا؟ مزبوط، شوفي بيقتل الناس مشان سمعته. خلينا نرجع على البيت يلا. يلا نلعب من هون، خليكم بالطبخ ولا تتدخلوا بشغل الرجال، مو لبق لكم. رجاء آغا أنا لابلي؟ محمود ما رح أقتلك يا رجاء، أنا خسرت أبي وأنت بتخسر ابنك لا تفهم. محمود نزل المسدس. بعدي خالي إليف. لا ما رح بعد، ماني بعدي أول إذا بدك. بعدين شو بيصير؟ ها بيقتلوكن وبقتلوهن، واخرتها شو النهاية؟ الموت الحبس المكي؟ هاي هي حياتكن؟ هاي هي؟ عمل لك بعدي يا خالي. مستحيل، نزلوا خلينا نرجع يلا يلا. بعدي عمل لك شو ناطر؟ عوّس قالت لك اتركي المسدس. يلا من هون ولا وحاجة تمثيل نقلعوا. امشي يلا امشي. ست أليف شكرا، ما عملت هالشي من شانك. مع هيك شكرا. امشي. قربتي